تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن الزيتون. بصوا بفضل احمر لحد ما يبدا اللون زي ما انتم شايفين، وزيت قليل اهو. عايزه اقول لكم يعني الرز الصياديه ده من الاصول البورسعيديه والدمياطيه، وطبعا اكيد اسكندرانيه برضو، لانه البلاد السواحل كلها ما شاء الله الاسماك عندهم. يعني اعرف اصدقاء ليا بيقولوا احنا 4 ايام في الاسبوع اسماك بس، احنا ما بناكلش زيكم لحمه وفراخ طول الاسبوع، احنا بناكل معظم ايام الاسبوع اسماك، ويومين بس هم اللي بيبقوا فيهم اللحمه والفراخ دول. فدي حاجه جميله وصحيه ورائعه الحقيقه. احنا يمكن هنا الاسعار عشان الانتقال بتبقى الاسعار شويه مبالغ فيها، غاليه شويه، لكن هناك بجد الحاجه بتبقى طازه وبتبقى ليها طعم تاني وليهم وصفات كده يعني حقيقي خاصه بيهم رائعه، بنروح مخصوص عشان ندوقها وناكلها عندهم حقيقي بجد. تحيه ليهم كلهم يعني. طيب هاخد كده بقى ايه منديل نمسح هنا، انا هرفع بقى البصل ده خلاص، وهنبدا نتكلم مع بعض على الزيتون الاخضر. بصوا بقى، عايزاني اخليه مفيش مشكله عندي للزيتون الاخضر. طبعا الزيتون بدا ينزل، بدا ينزل حجم التفاحي بتاعه. انا مش عارفه دلوقتي بقى ايه، بس ده احنا جايبينه امبارح او امبارح. بس التفاحي الكبير قوي لسه ما نزلش. التفاحي الكبير قوي ده الحجم الوسط ده اللي موجود في السوق دايما اللي هو ده، موجود كويس، لكن في اكبر منه، يعني انا بجيب كتير اكبر منه. فانا هقول لحضراتكم في طريقتين نقدر نحتفظ بيهم بالزيتون. اللي عايز سريع انا هقول لكم طريقتي، وده بيبقى ليه طعم كده مميز انا بحبه، في نسبه الليمون عاليه شويه، وده بيبقى سريع بياخد معايا من اسبوع ل 10 ايام وبقدر اكل منه. اللي بقى بحاول احافظ عليه، وطبعا الواحد بيسال دايما اهل الخبره والناس اللي بتعمل ده كتير، وانا يعني لما بسال الناس اللي بتعمله بجد على اصوله زي ام اسلام كده قالت لنا انا ما بحطش كل النسبه ليمون، بحط جزء ليمون وجزء الميه والملح علشان يعيش ويقعد، ودي طبعا حاجه جميله. انا بقى الحقيقه كمان ما بقتش اشقه، بشق الكبير قوي، شق واحد مش اتنين، لكن وبشقه قبل ما اكون بخلاص محضره كل حاجه علشان بيعمل لون صفار كده ما بيعجبنيش لما باجي اخلل، ما بحس انه مش لطيف في البرطمان. فانا هبدا اجيب كده حاجه وننزل المقادير مع بعض يا نودي، بسم الله، ونبدا نشتغل ايه على المكونات. الاول هقول انا عندي ايه لتخليل الزيتون الاخضر. طبعا زيتون اخضر هقول على 5 كيلو زيتون، عندي ربع كيلو من الفلفل الحار المفروم، ممكن تزودوا لو انتوا حابين اللي هو الرفيع، الشطه الرفيع ده بيتباع البلدي، عارفينه اللي بيبقى ده بيبقى رائع. طبعا احنا ما لقيناهوش، فاحنا جبنا اللي هو القرون العادي وفرمنا منه شويه. عندنا ربع كيلو من الجزر مبشور، في ناس بتحب تحط جزر مبشور وجزر مكعبات، انا هحط الاثنين لان الجزر ده كمان بيتاكل بيبقى روعه مع المخلل. عندي كرفس، انا حاطه حزمه فرنساوي وحاطه من البلدي، يعني ده كرفس فرنساوي ده كرفس بلدي، حاطه الاثنين. عندي الليمون متقطع زي ما حضراتكم شايفينه كده، عندي معلقتين هريسه اختياري، وعندي توم. التوم تقدروا تحطوه شرايح او تقدروا تحطوه مفروم كده، انا الحقيقه بحبه يبقى ميكس مع بيدي طعم حلو، بس ما بنكترش، بنحط كميه معقوله. طبعا عندي عصير ليمون، عندي ملح، يفضل الملح الخشن لو انتوا عايزين. الميه اللي هستخدمها، بصوا الميه لازم تكون مغليه وهديت، بردت فتصبح ميه معقمه، مهم قوي موضوع الميه ده في المخللات، ومهم قوي تعقيم البرطمان كمان، لان ده من الحاجات اللي ممكن تاثر على ان المخلل نفسه يبوظ. اما بقى ان انا اجيب معلقه فيها ميه واخد كده وانزلها او اشطفها واروح مدخلاها تاني، لا، هنتكلم عن الاخطاء اللي بنقع فيها كلنا. ناخد بس هبه، اهلا يا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، منوره الشيخ يا حبيبتي. الله يسعد قلبك، ما شاء الله المخلل حلو جدا، تسلمي. المقادير جميله برضو، سهله يعني وسريعه حبيبتي، الله يخليك. انا بعمل بقى الخيار حلو جدا برضو. الله. يعني كمان بيقولوا بيحطوا فيه توم كده. ده العراقي، احنا عملناه على فكره، حشيناه توم وكرفس وكركم. وكمان الليمون برضو جميل، والليمون حبيبتي. ما شاء الله، تسلم ايدك. تسلم ايديكي، الله يسلم عمرك، منوره كده بوصفاتك الجميله دي. الله يسعد قلبك حبيبتي، تسلمي لي والله. عايزين بقى اللي هو المخلل المشكل كمان من عندي وقبل العندي، بالذات اللي هو بيبقى اللبناني ده بيبقى فظيع، بيبقى جميل من عيني الاثنين.
ونعمل كمان الاخضر بس يعني اللي هو العزيزي نشتغله بقى زي السوريين والاردنيين اخواتنا بقى هناك بيعملوه برضو بيفضغوه بيعملوه بطريقه حلوه قوي كمان. حلو جميل. وفي اللي هو بيبقى الزيتون وبيشققوه كده من الجناب. ما احنا بنعمل النهارده اللي هنشققه من الجناب اللي هو التفاحي. تمام اهو. انا معاكي لاخر الحلقه ان شاء الله نتفرج على الحاجات الحلوه دي. ربنا يبارك فيك. الله يسعد قلبك. منوره الشاشه باذن الله. تسلمي حبيبتي منور بوجودكم. شكرا ليكي ولذوقك واخلاقك حبيبتي. شكرا ليكي في حفظ الله. مع الف سلامه حبيبتي. بصوا انا بحمر البصله مع حضراتكم عشان تشوفوا بس اهي. وبصوا هنا الرز بدا فكره ان اللي احنا بنعمل كده في الخليط او في البصل. بصوا شايفين تدي تيست وطعم روعه اهو. شايفين الرز روعه ريحته تجنن. كل بقى التوابل الحلوه اللي حضراتكم عايزينها اصلا كفايه. بهارات السمك مع حبه جوز الطيب وشويه كمون وهيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده. نسيبه بس يتشرب كده شويه مع نفسه يطلع الرز روعه. طيب انا بشوح برضو هنا عشان اوري حضراتكم درجه البصل اللي انا وصلت لها للدرجه الغامقه زي اللي وريتها لحضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. هنبدا بقى في عمايل الزيتون الاخضر. بصوا بقى انا هاخد كده شويه من الثوم. في ناس تحب يتحط شرايح مفيش مشكله. طبعا على الكميه اعتقد ده كفايه قوي. وبحط شويه من الليمون كده متقطع مكعبات. مهم جدا موضوع الليمون ده. نزود كمان شويه. اصلا الليمون ده لما بيتخلل بيتاكل معاه بيبقى روعه. الكرفس هنحط نوعين الكرفس. انا بحط الاثنين. في ناس بتستخدم البلدي بس بيبقى حلو برده بس انا بدعم بالاثنين. بصوا عندي الفلفل اللي اتفقنا عليه الاخضر اهو. وعندي الجزر بحب احط منه شويه مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا لازم يبقى فيه مبشور. وهوريكم دلوقتي بس نقلب كده تقليبه شايفين. وهاخد كده زيك يا نودي. وهاخد كده هما بالظبط ثلاث معالق على الكميه هريسه. طبعا لو في الفلفل البلدي الاخضر بتاعنا هيبقى رائع. بس تمام انا بصراحه ما لقيتوش فقلت يعني اخد مكانه بديل. سلطه عجبتك ولا ايه ندى؟ ندى بتقولي دي شكلها حلو قوي ينفع اكلها سلطه. مع الهريسه والليمون ني كده يا ندى. طيب اه طبعا ما احنا الزيتون ده كميه فيتامينز فيه. طبعا هو مذكور في القران الكريم طبعا. وتيني والزيتون وطول سنين. مليان فوائد رائعه للجسم. عايزه اقول لكم كميه فيتامينز ومعادن وعناصر غذائيه بتظبط مستوى ضغط الدم وبتحافظ على صحه القلب وبتحمي من الجلطات وتصلب الشرايين. واهم حاجه نستخدم معاه بقى الملح اللي بقول لحضراتكم عليه. الملح اللي هو الخشن او ملح البحر اللي هو نسبه الصوديوم فيه بتبقى قليله ما فيهوش صوديوم. نسبته بتبقى بسيطه لانه ده مهم قوي بالذات لمرضى الضغط. حرام اللي حبايبي بيبقوا عاوزين حاجة يعني بيحبوا المخللات بس ما يقدروش ياكلوا منها كتير. طيب طبعا. وبصوا بقى الملح الخشن فيه ميزة لما بنحطه في الفسيخ او في الحاجات اللي بنخللها دايما السمكة او الحاجة دي تاخد اللي هي عايزاه من الملح لانه بيدوب شوية بصعوبة. تاخد اللي هي عايزاه وما تزيدش ما تهريهوش. الملح الناعم لا بيدوب كله وبيتشرب كله في ساعات بيزيد وساعات تقدد بيبقى زيادة. هي كده. فهو في ميزه ان السمكه تمتص السوائل دي او نسبه الملح اللي هي عايزاه والباقي ما بتاخدوش. فالملح الناعم مختلف تماما. عشان كده احنا بنحاول نبعد عنه. برضو بيبقى من الحاجات اللي بتسوي المخلل بسرعه رهيبه. انا بس بدور على حاجه ادوب فيها. عايزه جار او حاجه. لا ممكن اخد في الجار بتاعي اللي فيه الميه ده. هاخد بوله كده بسم الله الرحمن الرحيم. هحط فيها
طبعا كل كوبايه عليها معلقه كبيره ملح على حسب حضراتكم انتوا. مهم نسبه الملح برضو، لان نسبه الملح دي هي الاساس. لو قل يبوظ، ولو زاد بيهري. بسم الله. فاللتر 4 كوبايه هنحط على الاساس. طب احتاجنا بقى هنزود، يعني هنشوف على عدد كميه الميه اللي هتاخدها اللي هياخدها الزيتون. اهو خمس معالق على خمس كوبايات، وهنبدا ندوب. انا بقى بحط حاجه، بحب احط الليمون سك، ما بخلطوش بالميه اللي بعمل فيها، ودايما بخاف ان الميه دي تاخد مني كل الحاجات قبل ما انا يعني اكون يتبقى منها شويه، ما اعرفش احطهم فين، فدايما بامن نفسي. فالميه دي زي ما اتفقنا كانت اتغلت، وسبتها بره لما تبرد عشان تتعقم. مهمه قوي الميه تبقى معقمه، والبرطمانات معقمه وليس بيها اي نقطه ميه، والمعلقه اللي انا هستخدمها تكون جافه تماما. نسبه الزيت مهمه، وبحطها في النص عشان لو حطيته في الاخر من على الوش ساعات بيدلدق البرطمان، بيبقى بيفور ساعات زي المش كده، تلاقوه زاد ونزل، لازم يبقى تحتيه حاجه صينيه او حاجه تستوعب نسبه الايه لو نزل منه زيت، فبحب امن نفسي. طبعا الزيتون ما يتحطش مع الا زيت زيتون. ناخد مدام سهير. يا اهلا وسهلا. خير. اهلا بحضرتك يا فندم. تسلم ايديك يا شيف عظيمه. الله يسلم عمرك يا فندم، من كل شر تسلمي لي. كنا كمان عايزين الليمون المعصفر. من عينيا الاثنين. حاضر نعمله لحضرتك. تسلم عينيكي. تسلمي يا فندم. جميلة قوي تحت الزيتون. تسلمي يا حبيبة قلبي، تسلمي لي، ما تحرمش من حضرتك. شكرا ليكي مدام سهير. بصوا بقى اللي فيه خمسة، المربع اللي تحت في البرطمانات البلاستيك اللي فيه خمسة ده آمن جدا. لازم نبص في البرطمان حتى لو حضراتكم اضطريتوا، في مثلث كده تحت فيه العلامة دي بتبقى جواها رقم. لو مكتوب واحد يبقى استخدام واحد بس ويترمي، ما تستخدموهوش تاني، ما يفضاش وتستخدموه. حتى واحد ده بنلاقيه على ازايز الميه المعدنيه والحاجات دي اللي بتستخدم واحد، يعني استخدام واحد. انا شطفته بالخل، شطفته بالخل، مفيش اي مشكله خالص لو انت ما لحقتيش شطفيه بالخل خلاص. هعمل في الكبير شويه يستوعب معانا كميه كويسه، وده الازاز اهو شوفوا جف ازاي، ما فيهوش حاجه، هو بالغطا بتاعه بيتعقم بكل حاجه فيه. هوري حضراتكم الاول انا عشان عندي هنا مش عارفه اخلط الزيتون. بصوا بقى الزيتون المفترض ان انا اعمل فيه شق صغير كده لو هي كبيره، بس انا شايفه ان حجم الزيتون ده مش محتاج، فبصراحه انا مش هعمل شق فيه، لازم تبقى قبلها. لو انا سبت الشق ده وسبت الزيتون شويه عقبال ما اجهز الحاجات هتلاقوه اصفر، عملت علامه كده مصفره وشكلها مش حلو، انا ما بحبش كده. فانا الزيتون بما انه كبير مش كبير قوي زي اللي احنا عايزينه، معلش انا هحطه زي ما هو مش هشقه، وده هيخليه يقعد معايا شويه احسن. حلو الكلام. ولما بيستوي انا بحطه في حاجه في الثلاجه، ما بحطوش بره بقى خلاص، خصوصا كمان في الحر. بصوا بقى هناخد من شويه من الحاجات الحلوه اللي هي الخلطه دي، وهنرج بقى لان انا مش عارفه ما عنديش حاجه كبيره جدا هنا اخلط فيه. احنا في البيت انا بجيب طبق كبير جدا واخلط فيه كل الايه الحاجات الحلوه دي مع بعض، يعني ايه كميه الزيتون دي. بصوا بخلط كله كده مع بعضه اهو، شايفين ازاي. وهنا ممكن احط كمان قرن كده تحت هنا، او قرنين مفيش مشكله اهو. وبعدين هنحط تاني، هفضل بقى كده لحد ما املى. اهم حاجه اكبسوه كويس. اكبسوه يعني ايه؟ يعني اضغطوا عليه كده، خلوه يعني تمام، ما يبقاش فيه فراغات. ماشي، واحده وقعت في الميه والملح، ما يجراش حاجه. هنحط بقى الكميه الحلوه دي، وهناخد كميه من الحبه اللي احنا عاملينهم دول. عايزه اقول لكم ده اصلا يعني بتبقى ميته وطعمه فوق ما حضراتكم تتخيلوا، شويه الهريسه دول. عايزه اقول لكم هو مفيد كمان للجهاز الهضمي جدا، يعني كل الاضطرابات والقرح والالتهابات. ده احنا زيت الزيتون ده لو الواحد اتلسع، عايزين اللسع ما يسيبش اثر، اعملوا قطنه بزيت الزيتون الدافي. دافي ازاي؟ ان احنا نسخنه على بوله تحتها بوله ميه سخنه، ويتحط في بوله ازاز يدفى على الميه السخنه، مش يدفى يتسخن على النار. مش قادره اقول لحضراتكم بقى على جماله. ناخد كده قرنين فلفل برده، احنا حاطين فلفل على فكره جواه،
متقطع، يعني انا مقطعه في، بس طبعا الفلفل الصغير البلدي ده ما فيش احلى منه. بصوا، عايز اقول لكم كمان بيعزز الجهاز العصبي كمان، بس مش بس الجهاز الهضمي. بيقال انه في بعض الدراسات بتقول ان الزيتون ده اكله سواء زيت زيتون او زيتون بي بي بيمنع او بيحمي من الزهايمر. بصوا، عايز اقول لكم يعني ايه معلقه زيت الزيتون دي شفا، وخصوصا لما بيبقى بيور اصلي. بصوا البرتقال الجميل ده بتاع النفس. ربنا يديك الصحة يا أم إسلام بجد والله العظيم، أول ما بشوفه بفتكرك أنا، يعني مش عارفة أقول لكم إيه. بعتت لي زيتون كان روعة بجد. بصوا بقى، هحط شوية كده هنا. طبعا ده لسه إحنا عندنا زيتون تاني، هنعمل بقى لسه فيه برطمانات، هنقفل بقى. بصوا بقى، شايفين؟ نكبس كده كبس حلو. خلاص انا ما شقتش ده، ما عملتش فيه شق، هو حجمه مش ايه، مش كبير قوي. خلاص ادي البرطمان زي ما حضراتكم شايفين كده، شويه بقى كده من دول. بعدين هاجي، معلش اسمحوا لي هقلع دي، هاخد زيت الزيتون. بسم الله، هحط شويه الاول، تقريبا ممكن على البرطمان ده نص كوبايه او كوبايه زي ما انتم عايزين، بس بتدي طعم حلو قوي وبيفضل حميه. خلاص اهو، تعالوا بقى نبدا نحط عصير الليمون اول حاجه، ويفضل الليمون الفريش. بسم الله، هامله لربعه كده. فين لحد وصل لحد فين؟ هشوف مع حضراتكم حالا. ولازم تسيبوه كده عشان يطلع اللي فيه، اهو لحد هنا كفايه قوي، بس كده مش هحط تاني. انا هنا دوبت الملح، في زيتونه هربانه هحطها بسرعه. وهبدا، بصوا بنقلب. حاضر، الرز جنبي اهو بدا يتشرب، بس انا مهديه النار قوي. هوريكم الزيفور كده بشوكه اهو، شايفين اهو، خلاص في الاواخر يعني. انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، حضراتكم تجربوا وتشوفوا، الطعم حلو قوي بصراحه. البصل ده ادى طعم. انتوا فين فين ما جبتوا الرز؟ شفتوا شكل الرز؟ وريتوا اصدقائنا شكله؟ خلاص بصوا انا دوبت ازاي. انا عايزه من فضلكم الكاميرا على الرز عشان اصدقائنا يشوفوا شكل. ما انا فاتحاه، هو انتوا إيه؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ماشي حبايبي، تسلموا لي. ايوه ماشي. بصوا بقى، تسلم ايديكم. هاخد لوش كده وهبدا اخد من الميه والملح اللي احنا عملناها ونزود اهو. بسم الله بسم الله، اتفقنا الميه معقمه ومبرده. البرطمان ده لا، هيقعد له شهر 25 يوم ونكتب عليه. أنا بكتب لو أنا عملت مثلا النهارده مجموعة وبعد أسبوع عملت شوية. بصوا بقى، هاجي هنا هنا وأروح مكملة كمان على الوش، لازم يا إما شوية ليمون يا إما بحط شوية زيت كده. شايفين إزاي؟ أهو، عايزة وش البرطمان من هنا لو سمحت. أيوه شايفين الزيت؟ لازم يتغمر، ما تسيبوش زيتوناية طالعة لفوق أو مش مغمورة تحت في الزيت، ما تسيبوهاش. خلاص هعمل ايه بقى في الوقت ده؟ همسك كده انضف كده بالراحه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين كل الفقاعات اللي بتطلع من الجناب؟ التصوير لسه كان مخرجنا جايبها حالا. الفقاعات دي تسيبوه لما تطلع بره خالص، الهواء ده يطلع بره خالص. هخلي شويه الميه والملح دول اللي باقي. وايه، بصوا كده شايفين عمال يطلع فقاعات ازاي؟ خليكم معايا لو سمحتوا، شايفين الفقاعات عمال يطلع من الجنب هنا اهو، كل ده لازم يطلع الهوا ده. خلاص هبدا بقى اخد ورق كيس ثلاجه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، كيس ثلاجه كده نضيف، ولازم اكبسه اكمره
وهتنيه كده نضيف خالص، وهحط شايفين الله شايفين كده على الهنا، وهبدأ أقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو شايفين إزاي؟ نكتب التاريخ، بكتب ستيكر هنا أو فوق هنا بورقة صغننة وأكتب ده محفوظ والله. ندى حبيبتنا مش هنهديها بحاجة، مش لازم نهديها زيتون، هدية عيد ميلادها. ده حضرتك مقامك عندنا أغلى من كده يا فندم. طيب تعالوا بقى ناخده هناك كده على طبق. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نحطه هنا. البرطمان بتاعنا الحلو ده أنا الحقيقة بحب أقلبه برضو، بس ممكن تسيبوه أول يومين كده مقلوب كده وبعدين تبدأوا تعدلوه براحة حضراتكم خالص. أدي الزيتون الأخضر التفاحي، استخدمنا البرطمان اللي اتفقنا عليه، البلاستيك المضمون للتخليلات. دلوقتي نقدر نغرف بقى الرز، وطبعا ده ما بيترميش، احنا بناخد الكميه دي اهو. هنحط بقى بقيه كمان الجزر، وهنكمل كميه الزيتون اللي عندنا عشان نعمل برطمان تاني زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو. طيب لو احنا عايزينه سريع، انا عن نفسي بصراحه بعمل الجزء الليمون، بملى كله ليمون، عصير ليمون بس. ده اللي بيحب المزازه الزياده، يمكن عشان انا بحب المزازه الزياده، لكن اللي احنا عملناه ده هيعيش اكتر، عدم ان احنا شقيناه ما شقيناهوش هياخد وقت اطول، هيعيش معاكي فتره طويله جدا. وقت ما يستوي انا بنقله في الثلاجه لانه عايزه اوقف التسويه بتاعته، مش عايزه اسيبه بره بقى، هبدا اشيله، بخف من الميه بتاعته، باخد منها شويه وبضيف عليه زيت كتير واسيبه. بس خلاص يقعد معاكوا زي ما انتوا عايزين. تعالوا بقى نعمل قالب رز كده. بسم الله. هنا نكبس كده قالب رز لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده شايفين لون الرز بقى ما شاء الله. حاضر يا حبيبي. ده قالب كده لطيف للرز. اهم حاجه واحنا بنضيف الرز وهو سخن نكبس عشان يمسك. بسم الله اهو زي ما حضراتكم شايفين. السمك انا سبته اول ما بدا احس ان هو تمام، رفعته من الفرن وطلعته بره. لو كان بقيله خمس دقايق هو اوريدي استوى، عشان يبقى اللحم بتاعه طري وجميل وتستمتعوا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي؟ هاخد بقى معلقه صغننه كده اكبس كويس اهو. ان شاء الله بكره باذن واحد الاحد، عشان خاطر مدام منال طلبت المش على اصوله، جهزوا بقى الزبده لو انتوا عندكم شويه مرته. يلا بكره هنعمل المش ان شاء الله من ألف للياء، اللي ما عندوش خميرة واللي عمره ما عمل خميرة. وهنقول لكم كمان اللي عنده الفخارة أو البلاص، اللي عايز إزاي تختاري البلاص وإزاي تطمني إنه تمام وتقفلي كل مسامه الزلعة. ونبدأ نعمل نقول بيتحط لها إيه الزلعة دي من جوة علشان، ويسيبوها يومين ثلاثة تنشف علشان يبدأوا يرصوا فيها الجبنة القديمة بتاعتهم وتعيش. يعني الزلعة دي ليها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ليها طريقة كده جميلة. تعالوا بقى نحط كده شوية من الايه كده. ايه رأيكم حلو كده؟ يم يم يمي. نكسر الحاجة بحاجة ولا ايه؟ يلا بس كده. تسلم ايديكم حبايبي، ميرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر كل أصدقائنا وكل متابعينا في قناة الأهلي الغاليين علينا، شكرا جزيلا على حسن متابعة حضراتكم معانا ولثقتكم الغالية الحقيقة في مهارات عظيمة. النهاردة عملنا سمك دنيس
عملناه بوصفة بسيطة وجميلة، طلعنا برا النطاق التقليدي، لكن عملنا رز الصيادية. أرجو إن الطريقة البسيطة بتاعة مامتي الله يرحمها كانت يعني تعجب حضراتكم. ربنا يرحمها ويرحم أمواتنا أجمعين يا رب العالمين. والزيتون الأخضر أنا عملته بطريقة يعني أتمنى تنول إعجاب حضراتكم. وتكلمنا في أي تفاصيل، لو لكم أي أسئلة تواصلوا معنا أو عايزين تسيبوها في الكنترول إحنا نرد عليها، أو من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي، يعني ده شيء يسعدني.